بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على الحكام الخونة الملاعين، أعداءك أعداء الدين، اللهم ابدأ بتدميرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن قتل الشهداء وأصاب المصابين، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. نحن اليوم في جمعة ومليونية الإصرار جئنا إلى ميدان التحرير أولا لنعلن أن الشرع الكريم هو الحل للقصاص من القتلة، فلكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لقد جئنا اليوم لكي نعلن المحكمة الثانية في الثورة المصرية بعد المحكمة الأولى التي عقدت في 1 إبريل 2011 عندما قمنا بمحاكمة المخلوع ومساعديه وأعوانه، فإذا بهم عندما قلنا إن لم يستجيب المجلس العسكري والداخلية لتنفيذ أحكام المحكمة فإذا بهم يدعونهم سجن ترى ويتحفظون على المخلوع قبل أن تأتي جمعة الذهاب إلى شرم الشيخ ليحضرهم حضوريا أمام محكمة الثورة في ميدان التحرير. فنحن عندما رأينا هذه المسرحية الهزلية بقيادة المجلس العسكري الذي يقود الثورة المضادة في البلاد وبإشراف المستشار أحمد رفعت، لقد قلنا أن المحاكم الثورية هي الحل لهذا الشعب للتاريخ ولوفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا منذ بداية الثورة حتى الآن. فنحن اليوم ستنعقد المحكمة الثورية بعد صلاة العصر إن شاء الله برئاسة المستشار محمد الضماطي وكيل نقابة المحامين وبعضوية 2 من لجنة الحريات و3 يمثلون الادعاء وأكثر من 100 شاهد شهود عيان على جرائم النظام البائد. وستكون للمحكمة أحكام وستأمر هذه المحكمة الثورية، حيث أن الشرعية الثورية هي الحاكمة في البلاد، ستأمر المجلس العسكري وستأمر الداخلية بإحضار المتهمين حضوريا أمام المحكمة يوم الجمعة القادمة، وفي حالة عدم التنفيذ سيقوم الثوار بأوامر من المحكمة بمحاصرة المتهمين في أماكنهم وإحضارهم حضوريا إلى ميدان التحرير لتنفيذ العدالة، حيث أن العدل أساس الملك، ولن نقبل بالالتفاف على ثورتنا شاء من شاء أبى من أبى. وأن هذه المسرحية التي تتداول في الإعلام أن المجرم مبارك وأعوانه حبيب العدلي وجمال وعلاء وغيرهم من زبانية وأحمد شفيق رئيس موقعة الجمل، رئيس وزراء موقعة الجمل القاتل، هؤلاء يتبرؤون الآن من قتل المصريين، هم مسؤوليون، مسؤولية أولى ومسؤولية أخيرة عن قتل وإصابة أي أحد على أرض مصر، فهم الذين كانوا يدورون البلاد، فإن كانوا يعلمون فتلك مصيبة وإن كانوا لا يعلمون فالمصيبة أكبر. فنحن نريد أن نحكم شرع الله فيهم حد الحرابة في الإسلام. هؤلاء أفسدوا الأرض، أفسدوا الهواء، أفسدوا الحياة السياسية للشعب المصري. ونحن اليوم وأنا بالأصالة عن نفسي وعن الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية نتضامن مع المحكمة الثورية، وستكون لنا شهادة إن شاء الله في المحكمة على جرائم النظام البائد وعلى جرائم جهاد مباحث أمن الدولة والمخابرات، وستكون أمام الثوار اليوم إن شاء الله بعد صلاة العصر. ونادوا الشعب المصري لمتابعة المحكمة، وجزاكم الله خيرا. كان معكم أسامة عز العرب، منسق الجبهة الثورية لحماية الثورة ومنسق القوى الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة ومؤرخ الثورة المصرية وشاهد عيان على شهداء 28 يناير وشهداء موقعة الجمل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.